نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلوها بأبرز العناوين. الهيكة تتمسك بصلاحيتها وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 22 أو 2000. الشراكة القائمة بين تونس وفرنسا محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. القمة الفرنكوفونية، وزير الاقتصاد ووزيرة الخارجية الفرنسية يوقعان على اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو. جرجيس إقرار إضراب عام بيومين. وقيس سعيد يؤكد بأن عقد القمة حضوريا بالرغم من كل الصعوبات يعكس التزام تونس بتنفيذ جميع التزاماتها وتعهداتها إزاء شركائها. إلى تفاصيل النشرة، حيث أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيان لها مساء اليوم أكدت فيه رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 22 و2000 والمؤرخ في 18 من نوفمبر الجاري والمتعلق بتنقيح وأتمام القرار عدد 8 لسنة 18 و2000 المؤرخ في 20 من فبري 18 و2000 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام من التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي تضمن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق للدستور والقانون وفق نص البيان. كما بينت الهيكة بأن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها بدل الولاية العامة يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته، على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية. ونبهت الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا الجديدة الذي تحيل بمقتضى هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور والقانون الانتخابي، وهو يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام وفق نص البيان. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر السبت 19 من نوفمبر الجاري بجزيرة جربة محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية. وتم التطرق خلال هذا اللقاء المطول إلى أواصر الصداقة التاريخية ورهبة التعاون والشراكة القائمة بين تونس وفرنسا، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تدعيم العلاقات بين الجانبين. أكدت الهيئة الإدارية للمكتب المحلي لاتحاد الشغل بجرجيس قرار الإضراب العام بمدينة جرجيس خلال يومي الخميس والجمعة 24 و25 من نوفمبر الجاري، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي عاشت على واقعها المدينة خلال 24 ساعة الماضية بعد تصدي المسيرة الحاشدة التي نظمها السكان في اتجاه مدخل جزيرة جربة. انطلقت صباح اليوم 19 من نوفمبر الجاري بجزيرة جربة أشغال المؤتمر 18 للفرنكوفونية المنعقد تحت شعار التواصل في إطار التنوع التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام المنظمة الدولية للفرنكوفونية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا صباح السبت 19 من نوفمبر الجاري على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة جملية تبلغ 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية، وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات. وأعرب سعيد بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا والتي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة، مشيرا بأن هذا التمويل الموقع اليوم يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
الهيكة تتمسك بصلاحياتها وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد قرار هيئة الانتخابات. الشراكة القائمة بين تونس وفرنسا محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الفرنسي. وزير الاقتصاد ووزيرة الخارجية الفرنسية يوقعان على اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو. وجرجيس إقرار وإضراب عام بيومين. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.